الخير عبد القادر. صباح الخير حنان، صباح الخير أسماء، صباح الخير لكل المتابعين. اليوم سأبدأ معكم بمصطلح من المصطلحات التي كثيرا ما نجدها في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك في الإنترنت عندما نطلع بعض الأخبار أو نشاهد تقارير مختلفة تتكلم عن شيء يسمى الجانب المظلم من الإنترنت، وهنالك من يسميه الإنترنت الأسود أو الإنترنت المظلم. هذا الانترنت دائما نجد هذا المصطلح كثيرا لكن لا نعرف مغزاه ولا نعرف ماذا يمثل بالضبط هذا الانترنت وكيف يستخدم واين يستخدم. دعونا نشاهد هذا الفيديو الذي اعده الزميل اسلام جلاتي من قسم التواصل الاجتماعي ثم نعود ونشرح هذا المصطلح. اذا نتابع هذا الفيديو عن الانترنت المظلم او الجانب المظلم من الانترنت ثم نعود للنقاش. إذن هذا هو الإنترنت المظلم أو الإنترنت الأسود، وهو عبارة عن مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تخفي مواقعها على الإنترنت ولا تظهر عناوين الآي بي الخاصة بها، إذ لا يمكن تتبع هذه المواقع، وهي غالبا تنشر محتوى محظورا سواء تعلق بتطبيقات إلكترونية أو تعلق ببرامج مقرصنة تم قرصنتها من الإنترنت، خاصة التطبيقات أو البرامج التي هي عبارة عن باهظة الثمن يتم قرصنتها ووضعها في هذه المواقع ليحصل عليها المستخدم بالمجان. تابعة لمن يطلق عليهم الهاكرز؟ هو تبع الهاكرز تقريبا يشتغلون فيها في الدارك ويب، يشتغلون في المواقع السوداء حتى لأنها صعب تتبعهم، صعب جدا في هذه المواقع. كما أنها تشتهر هذه المواقع بالتجارات المحظورة وغير الشرعية مثل تجارة المخدرات أو تجارة الدواء أو تجارة الأسلحة أو حتى الاتجار بالبشر، وهنالك دائما سعي كبير من طرف الحكومات والدول لمنع هذه المواقع، لكن هيهات إلى الآن الأمر صعب جدا بالنسبة له. نفهم موضوع التجارة، يعني كان الفيديو تحدث عن 27 مليون دولار هو حجم أو حجم هذه التجارة فقط في الدواء. نعم. ماذا نقصد هنا؟ يعني يضعون سلع للبيع عبر هذه المواقع؟ طبعا الأدوية المتكلم عنها في الفيديو هي الأدوية المحظورة أو التي تسمى بالمؤثرات العقلية أو المهلوسات العقلية، هي عبارة عن أدوية لكن دائما تصنف في خانة التخدير أو خانة المخدرات، يتم بيعها عن طريق هذه المواقع الإلكترونية. كيف تصل للمستهلك؟ لا يمكن تتبع المصدر الذي خرجت منه؟ لا صعب جدا تتبعها، صعب جدا للغاية لأنها تتم لأنه عن طريق إنترنت أسود. لا ليس الإنترنت، أنا أتحدث عن إيصال عن وصولها. المنتوج، وصول المنتوج أكيد في شركات توصل هذه المنتوجات للمستهلك، ليست شركات بالمفهوم الحقيقي وهمية. أو هي, لا وهمية. هي شركات وهمية جدا وعبارة عن مافيا، عبارة عن مافيا، عبارة عن مافيا تتغلغل في الكثير من الدول هي التي تنقل هذه المواد. أنا أتحدث عن المنتج كشيء ملموس، كيف يصل إلى المستهلك الذي يشتري؟ نعم يصل إلى المستهلك عبر أكيد وسيط نعم عبر وسطاء، لكن ليس بالوسطاء الشرعيين أو الوسطاء المعروفين. نعم حتى هنالك في تقرير كان تكلم عن أن شركة أمازون شحنت بعض هذه المعدات دون أن تعرف محتواها، يعني أنت تشتري جهاز تليفون لكن عندما يصل إليك تجده عبارة عن أقراص مهلوسة. إذن هم لهم طرق ملتوية بإمكانهم إرسال هذه المنتجات الغير قانونية ولكن نعم. دون علم الشركة التي تعتبر قانونية. نعم بالضبط. نعم. ولذلك هنالك سعي كبير جدا من طرف الحكومات وطرف الدول للإنفاق في مجال أمن المعلومات والأمن الإلكتروني، لأن هذه المواقع دائما تحتوي على بعض البرامج الفيروسية، بعض البرامج التي تؤثر على أمن المعلومات، وهنالك حسب التقارير تقول أن هنالك الإنفاق العالمي عن الأمن المعلومات تجاوز 90 مليار دولار سنة أو سيتجاوز 90 مليار دولار في سنة 2017 حسب التقرير التالي. إذن كشف موقع مؤسسة غارتنر للدراسات والأبحاث في تقريره أن الإنفاق العالمي على أمن المعلومات سيقفز إلى 90 مليار دولار سنة 2017 بزيادة قدرها 7.6% عن العام الماضي، وسيصل مطلع العام 2020 إلى أكثر من 113
مليار دولار. فقط هنا أسماء وحنان، الشركات والحكومات دائما بين خيارين أحلاهما مر، هل الذهاب إلى الرقمنة ووضع المعلومات الخاصة بهم في الإنترنت وبالتالي جعلها عرضة للسرقة والاختراق، أو البقاء في الوضع الكلاسيكي والعمل بالأوراق لأنها أأمن لكنها تنفق الكثير من الجهد والكثير تهدر الكثير من الأموال والكثير من الموارد في سبيل ذلك، أو ربما يكون هنالك طريقة ثالثة بتعيين الأشخاص الأذكياء المطورين في مجال التقنية، بحيث من تسول له نفسه لاختراق هذه المعلومات لا يستطيع ذلك. بالضبط، هذا ما فعلته الشركات الكبرى إذ أنها ألغت الخيار الكلاسيكي لأنه هدر للمال وهدر للجهد ولا يتماشى أيضا مع التكنولوجيا، وذهبت إلى الرقمنة بالرغم ما فيها من مخاطر من لكن مع الإنفاق أيضا على الأمن المعلومات وحمايتها في الإنترنت. لننتقل الآن إلى جوجل التي دائما تتكلم عن إنتاجات تتعلق بالسوشيال ميديا وتتعلق بالمحتوى الاجتماعي، لكن كما قلنا في الكثير من الحلقات جوجل فشلت كثيرا في محتواها الموجه أو في برامجها الموجهة إلى التواصل الاجتماعي. قدمت سابقا جوجل ويف، بعد ذلك وصلت إلى جوجل بلاس، لكن جوجل بلاس لم تحقق المرجو منها من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رغم ذلك جوجل لم تيأس أبدا في مجال التواصل الاجتماعي، مثابرة. نعم مثابرة، وتطلق الإنتاج التطبيق بعد الآخر، الإنتاج بعد الآخر، بالرغم أن سوق التواصل الاجتماعي يبدو أنه تم غلقه بالكامل من طرف فيسبوك وإخوان فيسبوك، تم سد الطريق بالعجلات والمتاريس كما يقولون على بقية المنافسين للدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي، لكن جوجل لم تيأس، وتتكلم اليوم جوجل عن إطلاق خدمة جديدة عن تحرير جماعي للصور، عبارة عن تطبيق يتم تحرير الصور فيه جماعيا من طرف عدة أشخاص ثم يضعون هذه الصور في الإنترنت. نتابع مع بعض هذا الخبر، إذ أكدت جوجل لبعض المصادر أنها تعمل على ابتكار تطبيق اجتماعي جديد يمكن مجموعة من الأصدقاء من العمل معا على تحرير الصور وترتيبها. ويبدو أن جوجل ستقتحم مجالا آخر في ساحة منصات التواصل الاجتماعي فتنافس منصة باث الشهيرة في التحرير الجماعي للصور. جاء ذلك أياما بعد إطلاق أبل لتطبيقها كليبس لتحرير الصور والفيديوهات بطريقة القصص الاجتماعية. فقط للمعلومة كانت جوجل اقترحت شراء هذا التطبيق اسمه باث الذي يقوم بالتحرير الجماعي للصور، لكن باث رفضت بيع هذا التطبيق، لذلك ذهبت جوجل لمنافستها في هذا المجال، ولا ندري إن كانت جوجل ستنجح هذه المرة أم لا. لا أظن بأنها لو يعني رصدت كل هذه الأموال لمواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، ناجحة، نعم، لدعمت محرك البحث كان أولى لجوجل بما أنه بالضبط هو الأنجح يعني. نعم صحيح، ما تقولين صحيح، حتى جوجل تفكر في نفس التفكير، تقول أنا ناجحة في محرك البحث جوجل، لماذا لا أستخدم نفس محرك البحث في الدعاية لمنتوجات أخرى مثل التواصل الاجتماعي، وفعلا فعلتها مع جوجل بلاس، لكن هذا لم ينجح معها جوجل بلاس للأسف الشديد، ولم ينجح مع الكثير من التطبيقات السابقة. كما نعرف سابقا كانت هناك الكثير من منتوجات التواصل الاجتماعي الخاصة بجوجل من بينها جوجل تولك الذي فيما يبدو أن جوجل تغلقه قريبا لأنه لم يقم أو لم ينجح في خلق مجال كبير. نتابع هذا الخبر، إذ قالت شركة جوجل أن 26 من الشهر حزيران يونيو هو آخر يوم في خدمة التراسل الفوري القديمة جوجل توك، وقد مهدت جوجل كثيرا لإعلان وفاة هذا التطبيق منذ إطلاقها خدمة هانج أوت ثم آلو ثم ديو، لكن التساؤل يبقى قائما على الدوام حول قدرة جوجل على اختراق منصات التواصل الاجتماعي وتجاوز حالة الشؤم التي يعيشها في هذا المجال مثل ما يقول المتابعون. هم متقبلون حالة الوفاء الرحيمة في، نعم، هذه الحالة، بالتأكيد هم يحتاجون إلى تعزيز أو وجود تطبيق آخر يعزز وجودهم بالتأكيد بين شبكات التواصل الاجتماعي، نعم، صحيح، وربما قلة الإعلان أيضا. أنا أظن الأولى خدمة أخرى تفيد الناس، ليس فقط التواصل الاجتماعي، لا تعتمد فقط على التواصل، بالضبط، على جوجل أن تفكر أخرى في خدمات أخرى، لكن خدمة التواصل الاجتماعي بالنسبة لها فقط نقطة سوداء وتريد أن تقتحم، تريد أن تقتحمها، نعم. إذن شكرا لكما وتمنيتي ببقية فقرات ممتعة. شكرا لك عبد القادر، شكرا لكم، يومكم سعيد.